أمين مرعي نائب رئيس اللقاء التشاوري تحالف منظمات المجتمع المدني، شكرا جزيلا لك. أكد مدير البحث الجنائي بتعز العقيد صادق الحسامي بأنهم بدأوا العمل رسميا بعد استئناف أعمال النيابات والمحاكم، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التي تواجههم هي عدم وجود إمكانيات رغم وجود الكادر، مؤكدا أنهم سيعملون على الحد من انتشار الجريمة قدر الاستطاعة وبتعاون الجميع. الآن بدأنا فعليا في الإدارة، كنا نشتغل في أماكن كثيرة وينقصنا الإمكانات. الإمكانات هي سبب، يعني سبب رئيسي بعدم تمكيننا من العمل بصورة كاملة ومتكاملة. أيضا كان سابقا النيابات والمحاكم غير موجودة، وبالتالي عندما نحقق في القضايا لا نستطيع، لا يوجد نيابات ولا محاكم تمام حتى نتمكن من رفع القضايا إليها. احنا الآن بدأنا بخطوة ترتيب، يوجد كادر الموظفين موجودين وبدأنا العمل، نحد من انتشار الجريمة